أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى مسؤولون أمنيون يقولون المخدرات المهربة للبلد خلال النصف الأول من هذا العام تعادل 20 ضعف السنتين الماضيتين. وجاء في يقين مجهولون يقتلون 7 مدنيين ويحرقون بساتين وعجلات بهجوم على قرية في المقدادية. ونطالع في العرب الجديد. إيران دولة أجنبية تقف وراء الهجوم الإلكتروني على شبكة توزيع الوقود. نطالع في القدس العربي. المرصد السوري دخول أكثر من 200 آلية تركية إلى ريف إدلب الليلة الماضية. نطالع في عربي 21. فرنسا تعتزم إغلاق 7 مساجد وجمعيات في البلاد. جاء في الشرق الأوسط. الخرطوم مدينة أشباح، الجيش يسيطر على وسطها والمحتجون على الأطراف. ونتصفح في واشنطن بوست. الهجوم بالمسيرات على التنف دليل على تصعيد إيراني ضد القوات الأمريكية. أهلا بكم. تحت عنوان النظام العراقي لا يمتلك أي مقومات للبقاء، نقرأ مقال الكاتب صالح السبعاوي. جاء فيه إن من مقومات بقاء النظام واستمراريته في الحكم في أي دولة أن يتم الحفاظ على السيادة بشقيها الداخلي والخارجي وفرض سيادة القانون على الجميع وبناء المؤسسات الصلبة مثل الجيش والأمن والقضاء والاقتصاد والإعلام، وذلك لحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ومحاسبة الخارجين عن القانون، لينعم بقية أفراد المجتمع بالأمن والسلام وكذلك حماية الحريات العامة وضمان المشاركة السياسية الفاعلة لكافة القوى السياسية. فقدان العدل، فالعدل هو أساس الملك، لكن النظام الطائفي الحالي قتل مئات الآلاف من المواطنين وهجر الملايين منهم، إضافة لسجن عشرات الآلاف دون ذنب يذكر وحجزهم في سجون سرية لا تعلم عنها الحكومة أي شيء ولا تجرؤ بالوصول إليها، مثل السجون الموجودة في جرف الصخر بالإضافة إلى مئات المقابر الجماعية. فأي مكان تدخل إليه الميليشيات تجد فيها مقابر جماعية كالمقابر التي اكتشفت في الفلوجة والكرامة والفرحتية في صلاح الدين ومقابر تل عفر في الموصل ومقابر السد في أطراف بغداد. فالظلم الذي نزل على الشعب العراقي من هذا النظام لم يحدث مثله في التاريخ الحديث والمعاصر على أي شعب في العالم. فقدان السيادة، فقد العراق سيادته الداخلية والخارجية على أرضه وسمائه وحدوده بسبب هذا النظام، بل وعجز عن حماية شعبه. ففي الداخل ميليشيات مسلحة تصول وتجول وتعتقل من تريد وتقتل من يعترض عليها أو ينتقدها. أما السيادة الخارجية فإن لإيران وأمريكا الهيمنة الكاملة على العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ولا تجرؤ الحكومة على الإقدام على أي موقف أو تتخذ أي قرار يتعارض مع مصلحة أمريكا وإيران تحت أي ظرف كان، حتى لو كان لصالح الشعب العراقي. فالمصلحة الإيرانية والأمريكية مقدمة على المصلحة الوطنية. وفشل في بناء المؤسسات، عجز النظام الحالي من بناء مؤسسات تنهض بالدولة وتحفظ للمواطن حقوقه، فلا مؤسسات أمنية مهنية رصينة قادرة على الدفاع عن الوطن من أي اعتداء خارجي، رغم أنه بلغ تعداد أفراد المؤسسة الأمنية وفق آخر إحصائية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات 1,075,000 عدا الحشد الشعبي الذي يتجاوز عدد عناصره 100 عنصر. ومع كل هذه الأعداد الغفيرة تجد أن الأمن مفقود في العراق. النظام العراقي لا يستطيع الحفاظ على سيادة الدولة داخلياً وخارجياً، يقول الكاتب، ولم يبني مؤسسات تساهم في نهضة الدولة لخدمة المجتمع، والإعلام هو طائفي مقيت، يقول السبعاوي، حيث يبث سمومه للمجتمع لإحداث الفرقة بين أبنائه، واقتصاد منهار وما تبقى منه مرهون لدى القوى الخارجية، وفساد مالي وإداري منتشر في كافة مفاصل الدولة.
وميليشيات تصول وتجول ليل نهار في وسط العاصمة وتهدد الحكومة قبل الشعب، تزامنا مع رفض شعبي عارم لكل عملية انتخابية تجري بسبب التزوير ومشاركة الميليشيات فيها. من صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا للكاتب داود الفرحان، حيث يقول: بعد أكثر من أسبوعين على الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة، أزدل الستار وأزدله مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي على أي اعتراضات أو تفسيرات أو اتهامات حول نتائج الانتخابات. العراقيون عموما كانوا غير متحمسين للانتخابات لأن الثقة مفقودة تماما بالنظام السياسي منذ 2003 حتى اليوم، فكل المجالس النيابية والوزارات المتتالية لم تحرك أي بيدق في رقعة الشطرنج ولم تقدم أي إنجازات خدمية أو مراجعات تصحيحية لمخاض استمر 18 عاما مقفرة ومفقرة بلا أي أمل أو نتيجة. لقد فعلت ثورة الجياع والمحرومين والمضطهدين والمهمشين ورافضي الاحتلال الإيراني الأسود فعلها في بلد العباسيين والبابليين والسومريين والأكاديين والأشوريين والحكمين الوطنيين الملكي والجمهوري، وانتهاءً بالاحتلالين الأمريكي والإيراني. آن الأوان للإجهاز على هذه الفترة العصيبة التي عادت بالعراق المعاصر قروناً للوراء إلى محنة الاحتلال المغولي الدامي. يعرف العراقيون جيداً أن كل الانتخابات الأربعة السابقة بعد الاحتلال الأمريكي والسيطرة الإيرانية كانت مزورة، وازدهرت فيها عمليات البيع والشراء في سوق المرشحين والناخبين، لكن الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران التي زورت الانتخابات السابقة علناً لم تصغي لاعتراضات المرشحين أصحاب الشكاوى، بينما شاهدنا بعد احتجاجات الميليشيات الأخيرة كيف افترشت اللجان الانتخابية الأرض وهي تعيد الفرز والعد ورقة بعد أخرى. وإذا كان الميليشياويون يرفضون أولوية قائمة مقتدى الصدر ويتهمونه في قنواتهم التلفزيونية بتزوير الانتخابات، فهو كان واحداً منهم طوال الانتخابات الأربعة الماضية، وله ميليشياته المسلحة وعلاقاته مع إيران ذهاباً وإياباً. وفي الوقت نفسه لم يوجه ميليشياته بالتوقف عن اغتيال الناشطين الشباب الذين قدموا للوطن أكثر من 800 شهيد في بغداد والناصرية والبصرة والعمارة والسماوة وبابل، وكلها باستثناء بغداد محافظات وهم يطالبون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهي التي جرت مؤخراً، وأول المستفيدين من الانتخابات المبكرة هو تيار الصدري نفسه. بدلاً من أن تعيد الحكومات النظر في مناهجها التقليدية الوهمية، استمرت في سياساتها العقيمة ومداورة شخصياتها الفاشلة والفاسدة وغضة النظر والبصر عن جرائم الميليشيات وخاصة في المحافظات السنية، إلى درجة أن أحد قادة تشكيلاتها الحشدية هدد بالنزول إلى شوارع العاصمة واستخدام الأسلحة لتغيير نتائج الانتخابات، حيث أصبح استخدام السلاح علناً وجهة نظر لدى الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. كتبت ولاء سعيد السامرائي في صحيفة الغارديانيا، تقول: في العراق انتخابات لهيكلة الميليشيات، لم تكن الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق مبكرة ولا هي مطلبا لثوار تشرين كما ادعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا، لأن المتظاهرين السلميين طالبوا بإلغاء عملية الاحتلال السياسي وإبعاد الأحزاب وإبعاد أحزابها وبرلمانها كذلك ودستورها من أي نشاط سياسي، ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة نزيهة. لكن الكاظمي الذي تم تعيينه رئيسا لحكومة تسيير الأعمال لم يستمع لصوت الشارع العراقي الذي خرج للإطاحة بكل أركان العملية السياسية الفاسدة، بل استخدم أسلوب المماطلة وكسب الوقت مستغلاً الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا لإجراء انتخابات عادية وليست مبكرة قبل 6 أشهر تماماً من موعدها المحدد.
للوهلة الأولى يبدو مشهد توزيع المقاعد الانتخابية على أنه نوع من الترضية واستجابة لمطالب ثوار تشرين في تجديد الوجوه السياسية، إذ حصل تكتل المستقلين على 40 مقعد وحازوا على المرتبة الثانية في تسلسل نسب المقاعد الفائزة في الانتخابات، ونالت أحزاب أخرى عدداً أقل من المقاعد التي حصلت عليها سابقاً، في حين اختفت وجوه قديمة من حرس العملية السياسية. لكن العملية الانتخابية بقيت في حدودها المرسومة من قبل الاحتلال الأمريكي ووكيله الإيراني، عملية محاصصة طائفية وعرقية، إذ تبدو قوائم المقاعد قد حسبت بطريقة دقيقة وفق المقولة المعروفة: التجديد من أجل استمرار القديم. إن كتلة المستقلين ليست مستقلة، لأن جل أعضائها يرتبطون بأحزاب العملية السياسية وشخصياتها، وجاء تشكيلها ودخولها للانتخابات بدعم ودفع من هذه الأحزاب التي تأكدت من خسارتها لشعبيتها حتى في حاضناتها التقليدية بسبب ثورة تشرين، ومثلها كتلة امتداد التي تم تسويقها كمجموعة ترتبط بثورة تشرين، بينما يعرف الناس ولاءات أصحابها للأحزاب الدينية. إذن ما يجري من اعتراض أحزاب العملية السياسية على نتائج الانتخابات واتهام المفوضية ودول بالتآمر على الميليشيات التابعة للحرس الإيراني فهو ابتزاز وترهيب علني وصريح للمفوضية كي تقوم برفع عدد مقاعد بعض الأحزاب التي اعتقدت بأنها كانت ستحصل على كعكة أكبر من المقاعد المعلنة تتيح لها هيمنة متزايدة لميليشياتها. مقالنا القادم في العربي الجليل، حيث يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون إن اللعبة في العراق لم تنتهي بعد، حيث يقول: أي حدث يتعلق بالانتخابات العراقية حتى لو كان عابرا أو صغيرا إلى العودة إلى جذور اللعبة التي بدأت مع الغزو الأمريكي للبلاد وامتدت، وليس ثمة أي مؤشر على أنها سوف تنتهي في القريب العاجل. وكل الطروحات المتفائلة التي جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون لا تعدو أن تكون مجرد شطحات خائبة. وإذا كانت السياسة مثل رغيف خبز مغموس باللعنة كما وصفها أحد المفكرين، فإن المواطن العراقي مضطر لازدراده ولو ببطء. هكذا هو واقع الحال، وقد وضح أن الذين أعطوا أصواتهم في الانتخابات أخيراً والذين شاءوا مقاطعتها على حد سواء تلقوا الجواب: تريد أرنباً؟ خذ أرنباً. تريد غزالاً؟ خذ أرنباً. أكدت ذلك ثيمة الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بحضور قادة العملية السياسية، بمن فيهم المخلصون الكذبة الذين ظهروا والبراءة المصطنعة في عيونهم، لكنهم كانوا في قرارة سرهم يعضون على النواجذ كي يبقى الحال على ما هو عليه وربما يصبح أكثر سوءاً. ووضح أيضاً أن المرجعية الشيعية التي وجهت بعدم انتخاب من خضع للتجربة تراجعت، وهذا ما ظهر في تسلق مجربين عديدين إلى مقاعد البرلمان المقبل، وعلى حد ما نقله عارفون بما وراء الأكمة فإن أسماء مجربة طرحت ليكون واحد منها رئيساً للحكومة المقبلة، وهذا يعني أن لا جديد تحت الشمس في الزمن الحاضر على الأقل، والوقائع تفضح النوايا. وكما توافقت واشنطن وطهران على دعم العملية السياسية وإسنادها طيلة السنوات الماضية وكل له حساباته، فقد توافقتا أيضاً على مباركة الانتخابات الأخيرة والتهنئة بهذا المنجز الديمقراطي، وذكر الأمريكيون أصدقائهم العراقيين بالشراكة الاستراتيجية التي جمعت بينهم. الكاتب يقول: تكمن جذور اللعبة هذه في عاصمتين بينهما ما صنع الحداد، واشنطن طهران. وبالطبع تريدان إبقاء العراق عالقاً على امتداد الطريق بينهما، ولكل منهما رؤيتهما ومصالحها ومطامعهما، كما لكل منهما طابورها الخامس الذي يعينها ويمحضها الولاء ويسعى إلى أن يحقق لها ما تبغيه.
جاء في واشنطن بوست، قالت الصحيفة أن دور إيران في الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا يشير إلى درجة خطيرة من التصعيد، حيث جاء في التقرير الذي أعدته ليز سلاي أن طهران مسؤولة على ما يبدو على الهجوم بمسيرات ومقذوفات صاروخية على نقطة عسكرية أمريكية في سوريا، مما يقترح فتح جبهة جديدة للنزاع على وتيرة منخفضة، وهي الأولى منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في عام 2018. في الوقت لم تسجل فيه ضحايا في الهجوم على النقطة العسكرية المعزولة في التنف قرب الحدود الأردنية والعراقية مع سوريا حسب مسؤولين أمريكيين، إلا أن الإعلام الإيراني تعامل مع الهجوم على أنه انتصار، وهو أول هجوم إيراني على القوات الأمريكية في سوريا وأول عملية كبيرة متقدمة بطائرة مسيرة ضد قوة عسكرية صغيرة في سوريا والتي نشرت في المنطقة منذ عام 2015 لدعم المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ورفض جون كيربي المتحدث باسم بنتاغون في لقاء مع الصحفيين الاثنين تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن الهجوم الذي تم بمقذوفات صاروخية ومسيرات انفجرت والتي أحدثت ضرراً كبيراً في القاعدة بحسب الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. ووصف كيربي الهجوم بأنه معقد ومنسق ومقصود. ووصفت وكالة أنباء فارس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن الهجوم كشف عن جرأة وقوة عظيمة من جانب حلفاء سوريا، وهو ما سيغير ميزان القوة في سوريا. وعلق موقع العهد المرتبط بحزب الله اللبناني على الهجوم بأنه بداية مرحلة جديدة من المواجهة ستحاول من خلالها إيران وحلفاؤها تحرير سوريا من القوات الأمريكية. العودة إلى التصعيد كما بدا في التنف مرتبط كما يقول علي الفونة من معهد دول الخليج العربي في واشنطن بتراجع منظور العودة إلى الاتفاقية النووية، ولم تظهر الحكومة الإيرانية الجديدة أي توجه للعودة إلى المحادثات النووية، فيما حذر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي من أن الجهود لإقناعها بالعودة دخلت مرحلة جديدة. عن تونس جاء في القدس العربي محمد كريشان كتب مقاله ويقول عن تونس: ثلاثة أشهر لا غير كانت أكثر من كافية حتى يدرك الجميع تقريبا في تونس أن ما قام به قيس سعيد لا علاقة له إطلاقا بمجابهة خطر داهم بين مزدوجين يهدد البلاد، ولا بدفع خطر جاثم بين مزدوجين، وإنما هو باختصار شديد عملية استحواذ على السلطة لإعادة هندسة تونس خارج كل مرجعية دستورية أو عقد اجتماعي جديد. هناك شبه إجماع بين كل الأحزاب على استهجان أن يقود سعيد البلد منفرداً بالشكل الذي يفعله الآن بغرض فرض أفكاره مستعيناً بقوة الدولة وأجهزتها. لكن الجديد هو ما بدا صدمة جعلت من بعض مناصري الرئيس من شخصيات سياسية وأكاديمية يعربون مؤخراً عن قلقهم من أخذ الرئيس البلاد لتجربة لا تبتعد كثيراً عن تجارب اللجان الشعبية لمعمر القذافي، من خلال هذا الحوار الوطني الذي يستقي حتى بعض مفرداته من نفس القاموس من قبيل تصعيد المندوبين الذين يزعمون تمثيل الشعب من المحليات إلى الولايات إلى الصعيد الوطني العام. أحد هؤلاء المناصرين قال إن سعيد بما يفعله سيجعل تونس أضحوكة العالم، وآخر اتهمه وجماعته دون أن يسميهم بالضعف والفقر في الفهم السياسي في إدارة الشأن العام، فيما كتب آخر أنه لا يحق لأي منا أن يجرب ما يراه ويرتهن مستقبل الأمة بأكملها، وأن ما يجري التخطيط له من حوار وطني على طريقة سعيد يسير بالدولة نحو التفكك. النازلون تباعاً من حافلة قيس سعيد أدركوا أن سياقتها الرعناء ستقود إلى مأساة حقيقية، أما من ارتضوا البقاء فيها سعداء بالغوغائية السائدة فيها فسيدركون قريباً إلى أين سيقودهم جهلهم أو انتهازيتهم أو حسن نواياهم حين ترتطم هذه الحافلة بالصخور عند أول منعرج مقبل. كريشان يضيف
اتضح الآن أن شعار الشعب يريد لا يعني سوى قيس سعيد يريد، مع الدائرة الضيقة جدا التي أحاط بها نفسه والتي ما زالت تعاني نفس عقد وأحلام سنوات نضال الجامعة الطويلة. ومن حسن الحظ أن الحوار الوطني غريب الأطوار الذي أعلن عنه الرئيس جاء في وقته حتى يتضح تماما الخيط الأبيض من الأسود، وحتى لا يبقى هناك من عذر لمن ذهب مع الرجل عن حسن نية متوسما الخير فيما هو آت قبل أن يتضح سرابه الآن. بعيدا عن السياسة، حقق علماء إسبان ثورة طبية بعد أن حفزت عملية زرع دماغي القشرة البصرية لامرأة عمياء، ما سمح لها بالرؤية لأول مرة منذ 16 عاما. وسمحت العملية للمريضة برؤية الضوء والأشكال مرة أخرى باستخدام شبكية عين اصطناعية ملحقة بزوج من النظارات لتوجيه الضوء أمامها، ووقعت معالجة الضوء بعد ذلك إلى إشارات كهربائية، ثم يتم إرسال الإشارات إلى سلسلة من الأقطاب الكهربائية الدقيقة المزروعة في دماغ المريض، ما يسمح للمستخدم برؤية الضوء الذي تلتقطه النظارات وفقا لإكسبرس. ووقع اختبار هذا النظام على امرأة تبلغ من العمر 57 عاما لم ترى شيئا منذ 16 عاما كانت خلالها عمياء تماما. ومكنت عملية الزرع المتقدمة هذه المرأة من التعرف على الأشكال والصور الظلية التي تم اكتشافها بواسطة شبكية العين الاصطناعية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.